غنوش يا خسيس يا غنوش يا خسيس يا غنوش يا خسيس شعب تونس مع الرئيس، كلنا مع الرئيس. يقولوا الرئيس اللي هو يحب يعملوا عليها الكلاب. علاش هم يعملوا على الكلاب؟ على خاطر حبك الفاسدين، حب كلهم يحطوا في الحبس، ولا يحب يعملوا عليها الكلاب. خايفين من المحاسبة. الرئيس شو اللي رينا احنا من جماعتهم؟ جماعة بطالة، جماعة ما كانش ياكلوا، جماعة تاكل من الزبلة، جماعة ويقولوا البديل. شكون البديل؟ شكون البديل؟ الغنوش البديل، حم الهمامي البديل، اللي يجيب الشابي بديل. شكون يحبونا البديل؟ ما يعرفوش اللي سفينة باش تغرف تغرف بالعباد الكل. فضلت ربي خايس سينتصر ونحن معاه. إلا والله كي يمشي البحر نحن نمشيو معاه. من 2012 يكسبوا تونس شركة أحياء ماهيش دولة. مواطنين الكل يخدموا على 80 عائلة، فهمتني؟ يمشيوا فينا كأن اسام فيديا ماناش دولة. تحيا تونس ولا بقاء للسراق وللخونة وللعملاء. يحيى قيس عيد وتحيا تونس. لا رجوع إلى الوراء، لا رجوع إلى الوراء. تحيا تونس. ما يكرينا حد وما يشرينا حد. احنا نحبوا بلادنا، نحبوا تونس متاعنا ترجع لنا. تونس برجالها وبحرارها وبحرايرها. ما يشرينا حد. احنا الزواولة، تونس متاع الزواولة ما هياش متاع النهضة. يحبوا يعبدوا باش ما يتحاسبوش. اما ايمان يبكوش في صدره باش تتحاسبوا فردا فردا باش يتحاسبوا الكل على بعضهم. كلهم باش يتحاسبوا. تحيا تونس. جوعتونا فقرتونا. الدوايات شريتوها وبعتوها لل اي. تحيا تونس. تونس البيه، تونس الغاليه، تونس العزيزه. نبدا بولادي تونس، نبدا بدمي تونس. يا رجالك يا رجال تونس، كانكم رجال تضربوا على تونس. ما تضربوش مع النهضه، ما تضربوش مع الخونه، مع الاحزاب، تضربوا مع تونس متاعنا. تونس اللي بقيت لنا كلهم ماشيين. تونس هي اللي باقي لاولادها، تونس هي اللي باقي لاولادها. ما باقي حد على الكرسي، احنا متاحة. نحب نقول حاجة واحدة، انه لا رجوع للوراء لزمرة الفساد، للقوش الفاسد، لليمين الفاسد، لكل اللصوص المنتهزين. لا رجوع للوراء. كل تونس مع تونس، مع قيس سعيد طالما هو مع تونس. لا رجوع للوراء ولا سبيل اليه. مع مطالبة بمحاسبة الاخوانجية وكل من تجاوز في صلاح في 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 العبث بمصالح تونس هذه. احنا الكل نطالبوا بالمحاسبه، محاسبه السياسيين، محاسبه رجال الاعمال، محاسبه حتى الولاة والمعتمدين اللي اعتدوا على تونس، اللي لم يراعوا مصلحه تونس. نحن مع محاسبه الخوانجيه والتساتره والقوش وكل فاسد في تونس. هما ناس تسعى من اجل يجروا من اجل السلطه، ما همش يجروا على مصلحه الشعب. كان يخدموا راهم خدمونا قبل، والناس الكل تعرف. صحيح ثم أزمة، توا أزمة عالمية موجودة، صحيح برشا أمور مش واضحة، أما باش نبنوا تونس جديدة، وإن شاء الله تونس تكون ملك التوانسة مش ملك ناس سياسيين 10 سنين يخدموا في المصالح الأجنبية وحسابات ضيقة. إن شاء الله ربي يحمي تونس ولا رجوع إلى الوراء. إحنا ندعموا تونس للملك للتوانسة إن شاء الله. بالنسبة لي ما ندعم حتى سياسي، ندعم روحي كمواطن. حاجتنا بالمواد الأساسية والمواد الغذائية تبدأ موجودة، ما كل شيء مفقود. الاكتفاء، المواطن تعب في معيشته، الموظف نخلصه نحن في الفاتورة. الموظف في تونس هو اللي يخلص في الفاتورة غالية. ما عندنا حتى شيء. مواد غذائية تهبط، امرأة تدور على باكو حليب نهار كامل. حاجتنا كرئيس دولة يا قيس سعيد نقول لك ما حاجتناش بحتى سياسي، لكن ينجم يشد المسؤوليه نتاعو في حاجه برك. يهبط الجيش من الشمال للجنوب، يهبط الجيش، يشد المحتكرين اللي هما رجال اعمال. عندنا الاكتفاء الذائي، اما وينهم؟ مخبينهم في الدبوات، يحبوا يحطوا العصاف العجله. احنا حاجتنا به. ما قلت سراق، ما تبقاش يا سيد الرئيس تتكلم.
تقول سراق هز حط في الحبس. حاجتنا بالقوة، فعل الأمن، فعل الجيش. قبل كانت امرأة تخرج عاد من علي ساعتين تعليم، ما تخافش. تو تخاف من أي حاجة، تو تخاف من أي حاجة المرأة باش تخرج. المواد الغذائية ما فهمش وين هنا هبط الجيش. أعطي الأمن يخدم على روحه، سايب أي محتكر يتشد في البلاد يخلص فاتورة مهما تكون تكاليفه. تحية تونس. تحية تونس. الأمن موجود. تحية تونس. تحية تونس. والجيش موجود وقائم بواجبه. السراق هي اللي ياسر أكثر من لازم. من 2012 نسمعوا في إرهاب ومجرمين ومجرمة وبيهم وعليهم، فهمتني؟ توا ولاو أصحاب وأحباب، ما نعرفش شكون المنقلب. هما اللي تقلبوا على آرائهم، ولا قيس عايد المنقلب، هما المنقلبين وهما اللي ما همش، فهمتني؟ لا في المستوى. أعطيناهم فرصة أكثر من 10 سنين، شدوا البلاد خلاوها وجلاوها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. إحنا مع قيس سعيد ومع تونس غدوة. ويحيى قيس سعيد. رجوع إلى الوراء على العاجب. أقول لكم الشعب الكل يد واحدة باش نكونوا إحنا سد منيع لأي واحد باش يحاول أنه باش 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 يورطنا في حاجة في حاجة خايبة. بالله نطلب علينا مسائل يا رئيس الجمهورية. رانا عهد بقول، ونحن رانا انتخبناك وكفنا معك، لكن يا خويا اخدم. اللي شدوا فكونا الحليب، واللي غلوا علينا السلاح، واللي عملونا يمشوا بالمرساد، والمليارات اللي تحكي عليها جيبها يا خويا. رانا نحن كل يوم تعطينا امل، كل يوم انا معاك يا خويا التو، او حتى دعنا الشعب معاك يا خويا. انا فا توكل على ربي، اخدم على روحك يا خويا، اخدم على روحك. ها مذوبة لا رجوع الوراء، انتهى الموضوع. وفيه احنا الشعب نعيشوا الواقع، نعيشوا الواقع، والواقع هكا تشوف فيه 10 سنين دمار، 25 جويلية هكا تشوف ما شاء الله بنية تحتية واستثمارات ومشاريع، زيت متوفر، سكر تدخل المجازات تاخذ حاجتك لصغارك، الصحة تحسنت، التعليم تحسن، ما شاء الله. معناها إنجازات، معناها هكا تشوف الشعب عايش في نعمة. 10 سنين دمار، جاء السيد الرئيس قيس سعيد، ما شاء الله إنجازات هكا تشوف فيها، تبارك الله. فهمتها؟ عبيت تضارب على الزيت. أنا ما يهمنيش قيس سعيد ولا الغنوشي رئيس، أنا أعطيني إنجازات، أعطيني حاجات. نحب فيك. علاش؟ علاش نحب فيك؟ شنو قدمته أنا باش نحبك؟ إحنا جينا هوني جوست باش نوصلوا ميساج، لأنه راهو الشعب الكل مع قيس سعيد، رانا معاه، وأنا عرفت لأنه إنسان صادق، ماهوش سارق، ماهوش متحايل، ماهوش كذاب. لحد الآن قاعدين نشوفوا الحاجات اللي وعدنا بها الكل، قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تطبق على أرض الواقع. بشوية بشوية راه باش نوصل، قدرة ربي اليد في اليد، وقدرة ربي باش نوصل بر الأمان. والمساج نحب نوصله للشعب الكل، هذا راهو لا رجوع إلى الوراء، لا رجوع إلى 10 سنين نتاع المنظومة. يزينا من السرقة، يزينا من النهبة، يزينا من الفساد. توا ما يسالوش نضحي وشهر شهرين عام عامين، ليسونسيال نرجعوا تونس كيما كانت. ونشكروا سيادة الرئيس اللي بالحق أعطانا الفرصة هذه، أن باش رجع فينا الأمل انه غدوه تونس باش ترجع بخير. وهنا الكلنا اليد في اليد، وبقدره ربي رانا نرجعها. على العهد باقون ولا رجوع الى الوراء. جاي تعمل اليوم؟ انا جاي باش نساند قيس سعيد 25 جويله. تو انا نسمع برشا عباد يحكيوا قيس سعيد عمل انقلاب، قيس يحبوا البديل قيس سعيد. كيفاش بالله البديل قيس سعيد؟ قيس سعيد انتخبوه، انتخبوا الصندوق، انتخبوا الشعب، 3 ملايين اللي انتخبوه. تو يحبوا البديل. شنو هو البديل؟ عملنا انقلاب. شنو انقلاب اللي عملوا؟ شنو الشعب خرج وطلب باش يجمدوا البرلمان؟ شنو اللي عملونا البرلمان؟ شنو اللي قدم الشعب؟ هاكو تشوفوا كان ضرب المضروب والكلام البذيء، ويبيعوا ويشريوا ويخدموا في المصالح. شنو اللي عملوا جماعه جهه البطاله؟ بالله شنو اللي عملوا؟ ها ويطلبوا البديل. شكون البديل توا؟ شكون البديل تاع قيس سعيد؟ علاش يلزم يفهم العباد؟ الشعب يلزم يفهم. يزيونا يحب يحطموا تونس. احنا مع قيس سعيد ومساندينه، مع قيس سعيد ومساندينه لاخر لحظه، اقسم بالله. واللي دمروا البلاد 10 سنين احنا ضدهم، والله يهلكهم في الدنيا وفي الاخره. وقعوا قضية ولا تحزاب، قضية ولا تحزاب ومش أحزاب، قضية ولا تحزاب وحزب وما أدري شنو. بالرسمي شعب تعب، تعب شعب تعب، والرئيس مش قاعد ينفي حد شيء. إذا كنا في 25 جويلية سندنا قيس سعيد، لكن لم نعطيه سكن على بياض، لأن هذا الشعب قد سئم هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وباعتبار زيادة في الأسعار، زيادة جنونية في الأسعار، وعدم وجود المواد الأساسية،
وانطلاقة هذه الحكومة في عدم قدرتها على مسيرة شعبها، فإننا اليوم نقف صفا واحدا ضد هذه الإجراءات وضد لوجود عدم خيارات واضحة اقتصادية لوجود حل لهذا الشعب الذي سائم هذا الوضع.